استقبلت جلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة في قصر باكنغهام في لندن اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. ونقل سمو ولي العهد خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله لجلالة الملكة، فيما حملته جلالته نقل تحياتها لخادم الحرمين الشريفين. كما تم تبادل الأحاديث الودية حول العلاقات التاريخية السعودية البريطانية وروابط الصداقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين. وقد أقامت جلالة الملكة إليزابيث الثانية مأدبة غداء على شرف سمو ولي العهد بمناسبة زيارته الحالية للمملكة المتحدة. هذا وقد عقد سمو ولي العهد قبل قليل اجتماعا مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في داونغ ستريت مقر الحكومة البريطانية. وكان سمو ولي العهد قد وصل مساء أمس إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية، وذلك بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله واستجابة للدعوة المقدمة من حكومة المملكة المتحدة. وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله إلى العاصمة البريطانية لندن معالي وزير الخارجية البريطانية السيد بوريس جونسون وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة والسفير البريطاني لدى المملكة سايمون كوليز. كما كان في استقبال سمو ولي العهد عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء، وقد وصل في معية السمو للوفد الرسمي المرافق. أكد وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد إلى لندن ستسفر عن نقل العلاقات بين البلدين إلى مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية. أضاف في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط أن المحادثات السعودية البريطانية ستتناول أهم قضايا المنطقة والتعاون الثنائي. رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع مساء اليوم حفل تسليم جائزة جازان للتفوق والإبداع في دورتها 12. في مثل هذه الأيام من كل عام تشهد جازان عرسا استثنائيا حين تحتفي بالمبدعين والمتفوقين من أبنائها في شتى المجالات. ففي حفل أعد بهذه المناسبة توج أمير منطقة جازان رئيس مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز الفائزين بالجائزة في دورتها 12. الجائزة جازان الحقيقة احنا دائما يعني نكون سعيدين بتواجدنا مع أخواننا المتفوقين والبادرين الجهد في كل المجالات العلمية والأدبية والثقافية، وهذا الحقيقة يمثل جميع المواطنين هذه المنطقة، ونحن نعلم في السابق واللاحق إن شاء الله حيعطى كل ذي حق حقه. بلغ عدد الفائزين بالجائزة هذا العام 33 فائزا وفائزة من خلال 8 فروع تشمل حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية والشخصية العلمية والثقافية والأداء المتميز والتفوق الدراسي والإبداع الأدبي والفني والابتكارات وريادة الأعمال والبحث العلمي وحماية البيئة. الجائزة خطت خطوات كبيرة جدا، ونأمل بإذن الله يعني أنها تكون أبعد من المحلية وأنها تكون إلى مستوى المملكة ومستوى مجلس التعاون بإذن الله. سعيدة غاية السعادة بهذا الفوز وهذا التقدير، كما أتوجه بخالص الشكر ووافر الامتنان لسمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز على كل هذا التقدير وهذه الحفاظ. الاحتفاء بالفائزين بجائزة جازان للتفوق والإبداع هو رسالة لكل أبناء الوطن أن كل مبدع ومتميز يسهم في رقي الوطن وازدهاره ويرفع اسمه في ميادين العلم والابتكار والريادة لهو جدير بالحفاوة والتكريم وتخليد اسمه في سجل الإبداع والتفوق. للأخبار حسن الغزواني جازان. من جهة ثانية شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان توقيع اتفاقية الشراكة المبرمة بين الغرفة التجارية الصناعية ومركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة جازان، وذلك بمقر المركز بمدينة جازان. نصت بنود الاتفاقية على الشراكة والتعاون في مجال ريادة الأعمال لخلق شباب ريادي يسهم في تنمية منطقته ووطنه.
من جانب آخر، رأس سمو أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير وتعمير المناطق بالمنطقة اليوم اجتماع مجلس إدارة الهيئة، وذلك بمقر الهيئة بمحافظة فيفا. وتم خلال الاجتماع بحث كافة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها الاحتياجات التنموية لمحافظات القطاع الجبيلي بالمنطقة في المجالات الصحية والتعليمية والبلدية والطرق والمياه والزراعة والسياحة وغيرها من المجالات. افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض جسر تقاطع شارع التخصصي مع طريق مكة المكرمة الذي نفذته أمانة منطقة الرياض. قال سمو أمير الرياض أن الجسر يمثل أهمية كبرى لدوره البارز في تحقيق الانسيابية في الحركة المرورية على التقاطع. الحقيقة أنا أشارك مع أخواني هذا اليوم افتتاح هذا التقاطع وهذا الجسر العظيم الذي ننظر إليه بأهمية كبرى نحو الناحية المرورية وتسهيلها، ولذلك العطاء الذي يتم فيه أعتقد أنه واجب على الجميع أن يقدموا ويسخروا كل الإمكانيات، وهذا المشروع بلا شك سيكون حيوي، سيكون مفيد، سيكون يسهل لكل العابرين الحركة في هذا الموقع وغيره. ونحن نسير الحقيقة في خطى متكاملة لعدة جسور في المدينة العاصمة، وستأتي متتابعة في إنجازاتها وانتهائها قريبا إن شاء الله، مثل ما حدث في تركيا الآن ونحن الآن في هذا الموقع في هذا الجسر في التخصصي. أرجو إن شاء الله أن نوفق في تنفيذ توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين لهذا المشروع وغيره، وكذلك سمو ولي العهد الذين يحفظوننا دائما والمسؤولين للأمانة على هذه الإنجازات. رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض حفل تكريم الحاصلين على جوائز علمية وحفل جائزة التميز البحثي في دورته التاسعة ومنح جوائز برنامج النشر العالمي. المزيد في سياق التقرير التالي. إسهاما وتشجيعا لسعي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لتحفيز الحراك البحثي العلمي بالجامعة وتكريم المتميزين، رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياضة حفل تكريم الحاصلين على جوائز علمية وحفل جائزة التميز البحثي، كما دشن سموه مشروع مبادرة بوابة البحث العلمي الإلكترونية وهي إحدى المبادرات المدعومة في برنامج التحول الوطني، وكذلك دشن سموه مشروع الفهرس العربي للاستشهادات. الواقع أنا سعيد أن أكون هذا اليوم مع أخواني وزملائي وأساتذتي في نفس الوقت في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نحظى بهذا البيئة البحثية التي فعلا ستثري الوضع العام بالنسبة للوطن في هذه المجالات. أرجو إن شاء الله أن تكون هذه الأبحاث وهذه الجهود تقدر منهم حتى تأخذ مكانها وتفعل لخدمة المجتمع. وبلغ عدد المكرمين بتميز بحوثهم 25 بحثا في مجال اللغة العربية والشريعة والعلوم الإنسانية، ويهدف هذا إلى دعم الجهود الوطنية إلى تعزيز مكانة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز قدرة الجامعة في مجال التبادل المعرفي مع الجامعات والمؤسسات العلمية. لقد شرفنا اليوم بالرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض حفظه الله لتكريم الحاصلين على جوائز محلية وعربية وإسلامية ودولية وكذلك جائزة التميز في البحث العلمي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد كان لهذا الحفل أثرا بالغا على كل من كرموا ودافعا أساسيا لمزيد من العطاء والعمل والجد والاجتهاد الذي يخدم ديننا ووطننا ويحقق تطلعات ولاة أمرنا. وهذه المبادرات والأعمال والتظاهرات كلها تأتي من أجل مساهمة الجامعة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
دائما ما يؤكد أبناء هذا الوطن القدرة على التميز والإبداع والوصول إلى العالمية. للأخبار عبد الرحمن البقيلي. تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير تقريرا مفصلا عن إنجازات الخطوط الجوية العربية السعودية للعام الماضي. جاء ذلك خلال لقاء سموه مدير عام خدمات الركاب والمبيعات بالإقليم الجنوبي سعيد القحطاني. التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية السفير الهولندي لدى المملكة بوست رينتيشت والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول العلاقة بين البلدين. والتقى أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الحكيم الخالدي وأعضاء المجلس الذي تشكل أمس الأول في دورته 18، وحث سموه أعضاء المجلس على مضاعفة الجهود لأجل استمرار غرفة الشرقية على مكانتها في دعم مجتمع الأعمال. كما التقى أمير المنطقة الشرقية معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، واطلع سموه خلال اللقاء على الهوية الجديدة للمؤسسة مشيدا بما تقدمه المؤسسة من جهود للتدريب وتطوير شباب الوطن وتأهيلهم وتأهيئتهم لسوق العمل بعد اكتسابهم للخبرات التقنية والمهنية المطلوبة. أهلا بكم من جديد. كرم صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة اليوم 32 طالبا وطالبة من الفائزين والفائزات في الحفل الختامي لمسابقة جامعة جدة للقرآن الكريم يمثلون 21 جامعة وكلية ومدرسة أهلية وحكومية. وفور وصول سموه مقر الحفل بدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم مسيرة الحفاظ، ثم ألقى أمين عام الأمانة العامة للمسابقة كلمة نوه فيها بالرعاية التي تجدها المسابقة من سمو محافظ جدة وبدعم الجامعة حيث فتحت لها أفق التطور والازدهار، فأصبح للمسابقة أمانة عامة للقرآن الكريم تعمل على خدمته وتحفيز الشباب على حفظه وتعليمه وتدبره. وفي ختام الحفل كرم سمو الأمير مشعل بن ماجد الرعاة والداعمين المشاركين في المعرض المصاحب للمسابقة وأوائل الفائزين من الطلبة والطالبات في أفرع القرآن الكريم المختلفة. أشاد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة بما يقوم به رجال دوريات الأمن من أعمال ومهام، مثمنا جهودهم وعملهم المخلص الذي تحقق من خلال نتائج إيجابية ملموسة. جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه اليوم مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن بجدة اللواء عيد العتيبي الذي قدم لسموه التقرير السنوي لإنجازات الإدارة العامة لدوريات الأمن للعام الماضي. دشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم برنامج بصمة وفاء لرعاية أبناء الشهداء ومساندة المرابطين على الحدود وأسرهم الذي ينفذه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بصائر. كما استعرض سموه تفاصيل البرنامج في تقريره وإيجاز قدمه رئيس مجلس إدارة المكتب التعاوني بصائر الدكتور عابد السفياني. كما سلم سموه في نهاية اللقاء هدايا لأبناء الشهداء بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المكلف. نقل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم تعزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لأسرة شهيد الواجب جندي أول يوسف بن مزيد بن زيد المطيري رحمه الله، معبرا عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والشرف دفاعا عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي، سائلا المولى عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذوي الصبر والسلوان. من جهة ثانية افتتح سمو أمير منطقة القصيم المؤتمر الدولي الثالث لخبراء الإعاقة بمحافظة عنيزة الذي شارك به عدد من الجهات الخيرية والمراكز المتخصصة والشركات التي تظهر الخدمات الإنسانية المتنوعة لذوي الإعاقة. دشن سموه خلال الحفل كتاب محافظة الإنسانية يقدم تصورا شاملا للخدمات الإنسانية. عقب ذلك شهد سمو أمير المنطقة توقيع 6 اتفاقيات تهتم بشؤون ذوي الإعاقة.
بعد ذلك كرم سموه المساهمين في العمل الاجتماعي وأركانه في محافظة عنيزة. لا شك بأن مثل هذه المؤتمرات وبمثل هذه اللمسات الإنسانية في محافظة الإنسانية، وعندما يعقد مؤتمر دولي للإعاقة وهو الثالث من نوعه في السنوات الماضية وفي هذا العام، لا شك بأنه يعتبر مفخرة ويعتبر ترجمة للجهود الإنسانية التي يقوم بها الإخوة من زملائنا في جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية. من جانب آخر، كرم سمو أمير منطقة القصيم اليوم 35 متقاعدا من منسوبي إمارة المنطقة، كما قدم سمو أمير منطقة القصيم خلال الحفل شكره وتقديره لكافة الزملاء المتقاعدين على ما قدموه من عمل وخدمة في إمارة المنطقة، داعيا المولى أن يجزيهم خير الجزاء تجاه ما قدموه من جهود. بعد ذلك كرم سمو المتقاعدين من منسوبي إمارة منطقة القصيم وعددا من منسوبي محافظاتها ومراكزها التابعة لها. ونبقى في القصيم، حيث أكد سمو أمير المنطقة رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين بمنطقة القصيم على جميع الجهات المعنية بالتوطين في المنطقة أهمية ضرورة مواصلة العمل والسعي بكل جدية إلى تمكين أبناء الوطن من العمل في بيئة عمل مناسبة ومستقرة ومنتجة بشكل دائم، ومعالجة كل ما يواجهونه من عوائق، مشددا على أن إيجاد فرص العمل للشباب هي من الأولويات التي تسعى إليها اللجنة. جاء ذلك خلال ترأس سمو اليوم اجتماع اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية بالمنطقة. من جهة ثانية، أوضح سمو أمير منطقة القصيم أن التعليم هو إحدى ركائز التنمية والتطور في هذه البلاد، وأن ما تخصصه الدولة من ميزانيتها لقطاع التعليم يدل على أن التعليم هو الهدف الأساسي لتطوير وتنمية البلاد. جاء ذلك خلال تدشين سموه اليوم اسم مجمع الأمير فيصل بن مشعل بن سعود للموهوبين ببريدة على مجمع الموهوبين المتوسط والثانوي للبنين، كما أطلق سموه برنامج يوم التعليم بنسخته الثانية للتعليم بالقصيم والمتضمن تدشين عدد من المشاريع والمبادرات التعليمية. كما تجول سمو الأمير فيصل بن مشعل على أركان الإدارات والأقسام بالمجمع التابع لإدارة تعليم المنطقة. إثر ذلك وقف سمو أمير منطقة القصيم على مبادرة فصول الموهوبين ضمن مبادرات وزارة التعليم. عقب ذلك اطلع سموه على ما يقدم للطلاب أو ما يقدم للطلاب الموهوبين في مجمع الأمير فيصل بن مشعل من برامج وخدمات نوعية المقدمة، كما اطلع سمو أمير القصيم أيضا على مبادرات إدارة الإعلام التربوي بالمنطقة المتمثلة بالمجالس المفتوحة والتربية الإعلامية، حيث أطلق موقع الإدارة العامة الإلكترونية بحلته الجديدة، ثم دشن برنامج الخدمات الإلكترونية بإصداره الجديد. رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة اليوم اجتماع اللجنة، واطلع السمو وهو الحضور على جدول أعمال الاجتماع، حيث جرى مناقشة التنسيق والاستعداد الدائم بين كافة الجهات المعنية لمواجهة الحالات الطارئة ومنها مخاطر الأمطار والسيول بالمنطقة، كما تم استعراض ما تم تنفيذه خلال الاجتماع السابق من توصيات. اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة على مميزات الجيل الثالث للهوية الوطنية، جاء ذلك خلال لقاء سموه مدير عام فرع الأحوال المدنية بالمنطقة. التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم مع معالي عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال الدكتور نبيل كوشك وأعضاء مجلس شباب منطقة حائل، ونوه سمو أمير حائل بأهمية مواكبة شباب المنطقة للمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، مثمنا المبادرات الشبابية التي يسعى شباب الوطن والمنطقة لتحقيقها استثمارا للدعم السخي من القيادة في هذا العهد الميمون. بعد ذلك عقد سموه اجتماعا لمجلس شباب منطقة حائل تم خلال مناقشة عدة محاور تخص شباب المنطقة وريادة الأعمال، وتفتح آفاقا أرحب لاستيعاب مبادرات الشباب ومنحهم الدعم الكامل.
رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة حفل ختام الدورة 22 لجائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال المعوقين. شهد الحفل تكريم 21 طفلا حصلوا على المراكز الأولى في فروع ومستويات الجائزة، يمثلون العديد من مراكز التأهيل والجمعيات في مناطق المملكة المختلفة ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ثم تفضل سمو راعي الحفل بتكريم رعاة هذه الدورة، أعلن أسماء الفائزين في مستويات الجائزة لهذه الدورة. رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس المنطقة بالإمارة اليوم جلسة المنطقة، واستعرض المجلس ميزانية الجهات بالمنطقة بمنطقة الحدود الشمالية للعام المالي الحالي وخطط المشاريع المعتمدة، كذلك إعادة تشكيل لجان مجلس المنطقة وتسمية رؤساء اللجان. بعد ذلك ناقش المجلس الموضوعات المدرجة في جدول أعماله. من جهة ثانية، التقى سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتب سموه في الإمارة اليوم مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة المهندس صالح النعيم الذي قدم للسلام على سموه واطلاعه على سير العمل. ناقش سموه العديد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الزراعية في مجالاتها المختلفة، وبحث أهم العوائق التي تواجه المزارعين وسبل حلها. التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض سفير جمهورية السودان لدى المملكة عبد الباسط بدوي السنوسي، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين البلدين الشقيقين. تسلم صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر أمير منطقة مكة المكرمة بالإنابة التقرير السنوي لدوريات الأمن الذي سلمه لسموه مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عيد العتيبي. تضمن التقرير إحصاءات عن جهود دوريات الأمن في المملكة بشكل عام ومنطقة مكة المكرمة بشكل خاص وجهود الميدانية خلال العام الماضي، إضافة لأبرز الفعاليات والبرامج التي نفذتها الإدارة. من جهة ثانية، كرم سمو أمير منطقة مكة المكرمة بالإنابة الطالب فيصل العبدلي من محافظة القنفذة والفائز بالمركز الأول في مسابقة الأولمبياد الوطني للتاريخ. هنأ الأمير عبد الله بن بندر الطالب العبدلي بالإنجاز الذي حققه متمنيا له التوفيق والنجاح. في نسخته الثانية، انطلق مهرجان ألوان الربيع بمحافظة عنيزة وسط فعاليات توعوية تثقيفية جاذبة للزوار. بعبير الورد ونفحات الزهور انطلق مهرجان ألوان الربيع الثاني في محافظة عنيزة بفعاليات نوعية والتي مزجت بين التوعية والتثقيف والترفيه بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع الأهلية. من أبرز الفعاليات يوجد الورود، تتكلم اللي هي سجادة الورود على امتداد 850 متر مربع فيها أكثر من 300 ألف زهرة، بالإضافة إلى نفق الأوركيد. فتحنا المجال للمبدعين والمبدعات، الرسامين، الرسامات حقيقة، كثير من المواهب الموجودة اليوم في مهرجان ألوان الربيع الثاني. رابطة عنيزة الخضراء، طبعا احنا رابطة بيئية تطوعية، عندكم بعض الحملات اللي احنا مقدمينها بالبوث هذا، وعندكم بعض النباتات اللي ممكن نقدمها اللي هي تناسب مناخ عنيزة والقصيم عامة. بالعزيمة والإصرار حولت عدد من المشاركات الأحلام إلى واقع حتى صارت علامة بارزة في المهرجان. أنا اسمي عليا، مريضة سرطان، كنت أدرس واضطريت أن أوقف دراستي بسبب ظروفي الصحية، الحمد لله على كل حال، بس ما وقفت بمكاني، كملت باللي أقدر عليه اللي هو أني أشتغل بالبيت وأسوي الحلويات، يعني هذا اللي أنا عندي مهارة بهالشيء الحمد لله. وهو طبعا اللي هو تنفيذ أركان خشبية أو طاولات، كراسي، ديكورات، جلسات خارجية، أي تصميم نقدر نسويه لها. وطبعا فكرة المشروع بيتي بغرفة وصالتي، هذا كله حولته من جرى البيت. فعاليات متنوعة يقدمها المهرجان بهدف إبراز الإبداعات الشبابية وترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة. علي العطينان للأخبار محافظة عنيزة.